طفل بيتعرض لحرارة مرتفعة رغم الكمادات وخفض الحرارة ومفيش فايدة، راحوا لدكاترة كتير، قال التشخيص حمى روماتيزمية ولازم ياخد حقن معينة. ايه أسباب الحمى الروماتيزمية وايه الخوف من مضاعفتها والأهم ليه الخوف من العلاج اللي بتوصف ليها؟ تعالوا نعرف من ضيفنا دكتور محمد صلاح شبيب، استشاري طب الأطفال في الولادة. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك، أهلا بك، سنة حضرتك طيبة يا فندم. اهلا بحضرتك وحضرتك طيب. دكتور، حابه افهم من حضرتك الاول، توضح لي ايه هي الحمى الروماتيزميه والفرق بينها وبين انواع الحمى الاخرى، وايه السن الاكثر انتشارا فيها؟ طيب، اول حاجه احنا بنقول الحمى الروماتيزميه مش معناها حراره، يعني فكره ان الحمى الروماتيزميه فسخن فجاله حمى الروماتيزميه دي كلام مش صحيح. الحمى الروماتيزميه هي تفاعل الجسم مع التهاب او ميكروب بنسميه الميكروب السبحي، بيحصل التهاب في الحلق، التهاب في الوزتين، بعدها من 10 ل 15 يوم بيبدا الطفل يحصل لو ما خدش علاج بجرعه مناسبه وفتره مناسبه اللي هي اقل حاجه من 10 ل 15 يوم، بيحصل تفاعلات في الجسم بنسميها الروماتيك فيفر او الحمى الروماتيزميه. دي بيبقى عباره عن مجموعه اعراض، بنقول ان الاعراض دي لازم في عندنا نوعين من الاعراض، اعراض حاجه بنسميها الاعراض العظمى او الكبرى اللي هي التهاب في القلب، عضله القلب نمره واحد، نبقى التهاب في المفاصل مش وجع في المفاصل عشان الاخطاء الشائعه في النقطه دي، وحاجه بنسميها الروماتيك كوريا اللي هو بيمشي زي رقص الباليه، وحاجتين كده معينين في الجلد دول بيسموهم جونز كريتيريا او خصائص جونز العظمى، واحده من دول لازم تكون موجوده عشان اقول ان عندي حمى روماتيزميه. طب نيجي بعد كده في خصائص صغرى، وجع المفاصل ماشي، حراره ماشي، ارتفاع سرعه الترسيب ماشي، و الى اخره، كل دي بنقول واحدة من الكبرى واثنين أو ثلاثة من الصغرى أو اثنين من الكبرى. الخصائص دي هي اللي بتقول أنا عندي حمى روماتيزمية، عشان في أوفر استيميشن أو يعني في تشخيص زائد عن الحد بغير سند علمي. حمى روماتيزمية بتحصل من 5 سنين ل 15 سنة، دي الفترة بتاعت البيك أو ارتفاع أو عدد معدلات الحالات من 5 ل 15 سنة. هل اسبابها بتبقى انه يمكن اهملنا التشخيص المبكر فبسبب كده جت يعني هو لو الطفل دوت عنده التهاب صديدي في الوزتين، والتهاب الصديدي دوت خد مضاد حيوي بس ما خدوش فتره كامله، فما عملناش حاجه اسمها كومبليت اريديكيشن، يعني ما موتناش كل الميكروب، فبالتالي طبيعي انه هيحصل معانا الايه مضاعفات الحمى الروماتيزميه. طبعا الفتره دي الامور دي قلت بشكل كبير، بس هي فكره ان انا لو الطفل عنده مثلا نسبه الميكروب السبحي في الدم عاليه شويه فوق ال 200 يقول لك ده عنده حمى روماتيزميه، لا ده عنده السي ار بي، لا ده عنده وجع في المفاصل فده يبقى حمى روماتيزميه. الكلام ده كله كلام غير صحيح تماما. الحمى الروماتيزميه لازم واحده من الخصائص العظمى زائد واحده او اثنين من الخصائص الصغرى، هو ده اللي يقول انا عندي حمى روماتيزميه ولا لا. انما الميكروب السبحي حتى يعني في ناس كتير بتيجي تقول انا بقالي سنين ماشي على حقنه الانسولين طويل المفعول اللي هي اللي حضرتك قلت عليها الحقنه اللي بيخافوا منها. حقن احنا عايزين نقول انه البنسلين طويل المفعول ده بيتاخد في حالات معينه ما فيش حاجه اسمها انا هيجي لي بسرعه ترسيب عالي او بنسبه الميكروب السبحي عالي فاقول له خلاص كده انت عندك حمى روماتيزميه، ده كلام مش صحيح. احنا بنقول ان عندنا حاجتين، في لو في نشاط روماتيزم يعني الميكروب السبحي ده موجود، والميكروب السبحي ده موجود نعرفه ازاي؟ ما بنعرفوش بنسبه الميكروب في الدم، بنعمله بحاجه اسمها مسحه من الحلق نقول لك ده انا عنده ميكروب السبحي، فبالتالي انا خايف يجي له حمى روماتيزميه، فبالتالي هدي له البنسلين من 3 ل 6 شهور. لكن فكره ان هو الميكروب السبحي عالي في الدم فاروح مدي حقنه البنسلين ده لونج لايف طول عمره، ده كلام ايه ملوش اي سند علمي. اما لو هو عنده فعلا حمى روماتيزميه كامله بالخصائص بتاعتها لازم يمشي على حقنه التنسيق طويل المفعول طول العمر لغايه مثلا 21 سنه، وفي ناس قالت لغايه 25 سنه. ده لو حمى روماتيزميه، لكن مش كل التهاب في الحلق يبقى التهاب ميكروب سبحي، ومش كل التهاب في الحلق هو ارتفاع في نسبه الميكروب السبحي في الدم ده معناه ان الطفل ده عنده حمى روماتيزميه. دكتور، يعني حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا في الأول وهو علاقة الحمى الروماتيزمية بالقلب والتضخم في القلب، هل هي ليها بتسبب مضاعفات على المدى البعيد؟ يعني المصاب اللي جاله أو الطفل اللي جاله حمى روماتيزمية لو أهمل بشكل ما ممكن في المستقبل يجيله مشاكل في القلب؟
ايوه، هو لو ما تشخصتش تمام كحمى روزنيه او التهاب او عدوى ميكروبيه في الحلق وعملت مضاعفات، طبعا ممكن تعمل مضاعفات على القلب وممكن تعمل مضاعفات على الكلى ومضاعفات القلب، ممكن ارتجاع التهاب في الصمام الميترالي او الاورطه او حاجات كتير جدا. ودي احنا عندنا دايما امراض القلب في الاطفال نوعين، نوع بالطفل بيتولد بيه ونوع بيحصل له بعد الولاده اللي هو الحمى الروزنيه اللي من 5 ل 15 سنه، وممكن يأثر على الكلى ويعمل التهابات في الكلى ويأثر على وظائف الكلى. طب دكتور، حابة أعرف من حضرتك هل هي معدية واحتمالية الإصابة وإزاي ألجم العدوى، يعني بالذات لو في كذا طفل في البيت؟ طيب ده سؤال حلو خالص. هو طبعا الحمى الروزنيه غير معديه، تفاعل من الجسم، يعني انا ممكن يجي لي الميكروب السبح ما يحصلش حاجه، في انسان تاني يجي له الميكروب السبح يعمل معاه مضاعفات، فهي رد فعل مناعي من الجسم، فبالتالي هي ما فيهاش عدوى. ماشي، دي نقطة. النقطة الأولانية. النقطة الثانية، فكرة إن هو إنه الطفل يبقى سخن مع الحمى الروزنيه، ده كلام مش صحيح تماما. وقصة إنه كله آلام في المفاصل تبقى حمى الروزنيه برضه كلام مش صحيح. يعني أشهر الحاجات اللي بتعمل آلام في المفاصل وعضلات الطفل هي النقص في فيتامين د. طيب دكتور، وكمان حابه اعرف من حضرتك الالتهاب او التهاب الحلق العقدي، يعني وعلاقته بالحمى الروماتيزميه قد ايه الموضوع، يعني ممكن نقول لو تم اهماله بيبقى خطير شويه، وحابه اعرف العلاقه ما بينهم. طيب التهاب احنا عندنا في التهاب في الحلق وفي التهاب في الوزتين. التهاب الحلق وده غالبا بيبقى التهاب فيروسي، فما بيبقاش منه مضاعفات وما فيش منه مشاكل، وده 95% من التهابات الحلق. لكن التهاب الصديدي في اللوزتين او التهاب الميكروبي في اللوزتين هو ده اللي بتخاف منه، هو ده اللي لازم ناخد جرعات مضاد حيوي مناسبه، لان عندنا مضاد، في عندنا الميكروب السالب والميكروب الهوائج والميكروب الموجب. ده انا دايما بسمي اختيار المضاد الحيوي ده تفصيل، انا بفصل على حسب الحاله وبدي الجرعه حسب الوزن وبدي الجرعه حسب التكرار. فبالتالي فكره استخدام المضاد الحيوي ان الام تاخد مضاد حيوي ده هو الاكبر خطر بيواجهنا، لان الام لو خدت المضاد الحيوي بدون تشخيص وبدون جرعه بدون فتره بدون النوع اللي هيمشي عليه، ده اللي بيسبب ان الميكروب ده ما يموتش. فالميكروب السبح ده اللي موجود في الحلق، اللي هو معظم الميكروبات اللي موجوده في الحلق تبقى ميكروبات موجبه، الميكروبات مش الفيروسات، فبالتالي ده ممكن يعمل معانا مضاعفات منها الايه الحمى الروماتيزميه. فبالتالي اختيار المضاد الحيوي وجرعته وفترته هو ده اللي بيحدد اللي بنسميه الكيور، انه الفيروس يموت خالص وما يبقاش فيه عندي اي بقايا دي، فبالتالي ما يحصلش مضاعفات زي الحمى الروماتيزميه. دكتور محمد صلاح شبيب، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة، بشكر حضرتك على المعلومات المفيدة والقيمة اللي حضرتك زودتنا بيها في الحلقة.